لا أجر نبغي لا وساما لا صدى، هي خطوة هي خبرة ورفاق، صارت تطوى واية ووسيلة، ولأجله عزم لنا دفاق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا كنا وصلنا لحد المرة اللي فاتت لحد الفريم، ازاي نتكلم مع الفريم. مش هنطول لان الكلام اصلا معايا كلام قليل قوي، فمش هنهتم بيه دلوقتي عشان عندنا اهداف تانية النهاردة. المفروض نشتغل بقى بي ال، هنعمل مراجعة كده على السيكوال. طيب الموضوع بيتكرر تاني مع الفريم. لما اجي اشوف البروبرتي باليت بتاعت الفريم بلاقي الموضوع بيتكرر معايا تاني. الموضوع بيتكرر تاني معايا، هيبدأ يكلمني جنرال لاي اوت ريكورد سكرول بار، يعني الحاجات اللي احنا اتعرفنا عليها مع البلوك هنتعرف عليها تاني مع مين؟ مع الفريم. بس بشكل مختصر اوي لان يعني مختصرين الكلام، لان في حاجات كتيرة اتكررت. يعني ايه فريم؟ يعني انا عندي كانفاس زي ده وكده. تاني بنعيد كلامنا، بنقول ان احنا عندنا الاطار الخارجي ده بنسميه كانفاس، والكانفاس ده قد يحتوي على بلوك على فريم او اكتر، يعني ده كده بنسميه فريم، ده بنسميه فريم اللي هو نفس الكانفاس مع بعض. طيب لما احب افتح بروبرتي باليت الخاصه بالفريم ازاي؟ هاجي على طبعا احنا خلصنا الايه الداتا بلوك، يعتبر بنسبة 80% يمكن خلصناها. بقينا بقى ازاي نتعامل مع الفريم؟ الفريم هنلاقيه جوه من جوه الكانفاس. جميل. ازاي نتعامل معاه؟ كريت كنترول بلوك هنتكلم عنه، ديليت داتا بلوك ماشي كلام عادي، وادي السمري بتاعت الليسون، يعني احنا في اخر الليسون. طيب هشغل الشير سكرين كده عشان نشوف ازاي بنظهر بروبرتي باليت بتاعت الفريم. يا رب الدنيا تكمل على خير. ستارت كده يا جماعة. أنا ببدأ بس السيرفيس بتاعت أوراكل، قلنا احنا كنا قافلينها عشان الجهاز عندي ضايع، الرامات مش مستحملة الاتنين ويندو مع الأوراكل. فايه السيرفي؟ يقول لي مثلا السيرفيس is starting، تانية السيرفيس الأولانية الـ ISQL بلس والـ TNS ودي الـ listener والـ Oracle server. تمام كده فتح السيرفيس بتاعتنا، اتفتحت. تمام السيرفيس اتفتحت الحمد لله. نشغل بقى ايه الـ OC4G، نفتح الفورم بيلدر عشان نطبق اللي بنتكلم فيه. احنا عايزين نتكلم كده ببساطة عن الفريم، في شوية نقط بسيطة خالص هناخدها فيه، ونتكلم عن الكنترول بلوك تكست ايتم، وبإذن الله يبقى خلصنا كده كلام عن الفورم لحد وقت طويل. نعمل بلوك كده سريع. أول حاجة نعمل نسيت أعمل كونكت، مش مشكلة. براوز هيقول لي أعمل كونكت، هقول له كونكت على اتش ار ماشي. أنا أرجو من الشباب إن هم يكونوا بيطبقوا معايا دلوقتي عشان عندي الفورم بتموت، يعني ما بتتفتحش على الويب براوزر خالص. تمام انا نفسي اشتغل على السكس اي، بس مش عايز افرقكم عن الواقع جامد، يعني ما يبقاش احنا في عالم الواقع الحالي ان احنا بنشتغل على حاجه قديمه قوي كده وبضطر اشتغل هنا دلوقتي. انا عندي يا جماعه في كانفاس وفي فريم، ده كده الكانفاس بتاعي هو الكانفاس فور، والفريم بتاعي اللي هو اخترته اللي هو هيعلمهولي اللي هو دي فيه
التلاتة ايتمز اللي عندي اللي انا هتكلم معاهم اللي هم من جوه الفورمة كلهم، هم دول اللي يهموني. بسرعة كده، الفرام بيتكلم عن ايه؟ البروبرتي بال بتاعت الفرام اسمه ايه؟ هو عبارة عن جرافيكال او جرافيك تايب، من حاجة الجرافيك زي الكانفاس، حاجة ملهاش علاقة بالداتا جرافيك. طيب تابع لأنهي بلوك؟ بلوك اسمه كانتري، الداتا بلوك بتاعه اسمه كانتري. بيحصل له ابديت ولا لأ؟ الابديت بتاعه اوتوماتيكلي بيابديت مع نفسه. الستايل بتاعه احنا عندنا واحنا بنسطب او بنعمل لاي اوت بتاع الفورمة، عايزها في فورم اللي هو بالشكل اللي احنا شغالين عليه حاليا، ولا عايزها تابيلر بالشكل اللي هو شبه الجدول. طبعا انا مشغلها فورم، لو عايز اشغلها تابيلر هيبقى فيه كانتري اي دي، كانتري نيم، ريجن اي دي، كانتري اي دي، كانتري نيم، ريجن اي دي، زي شكل الجدول ده طبقناه قبل كده. الالاينمنت بتاعت الفريم تبدأ منين تنتهي فين، رايت ليفت سنتر، الكلام ده كله هنحاول نقرا كده. الايه الحاجات الخاصة بالالاينمنت والمارجن، طبعا مقاسات المارجن ايه، و وايه تاني مثلا عندنا ممكن نهتم بيه؟ مارجن بتاخد كام ريكورد، احنا زي ما احنا عايزين وقت احنا واخدين كام ريكورد من التيبل، سواء في الشكل الفورم او الشكل التابيلر، واخدين هنا ريكورد واحد. واحنا بنسطب يا جماعة، سوري، واحنا بنسطب اوت كان بيقول لي الشكل بتاعك هيبقى فورم ولا تابيلر، واحنا اخترنا فورم. طيب هياخد كام بلوك، هياخد كام رو قصدي، او كام ريكورد؟ انا قلت له ياخد واحد، ممكن اخليه ياخد اتنين، وهكذا حسب ما انا ايه عاوز. فهنا بيدينا الاختيار ده تاني. المسافة ما بين الصفوف نفس الكلام، كان عندي الاختيار ده، لو انا اخترت اكتر من واحد هديله المسافة ما بين كل واحد والتاني ايه. عايز اظهر السكرول بار ولا لا؟ عرضه قد ايه؟ ارتفاعه قد ايه؟ الالاينمنت بتاعته قد عامله ازاي؟ للاند للاول للاخر، الكلام ده يمكن اتكلمنا عنه واحنا بنتكلم عن البلوك المره اللي فاتت. طبعا بقى نشوف عرضه وطوله وارتفاعه جاي منين رايح فين والكلام ده كله نقراه برضو. قلت يا ريتني اقراه من المره اللي فاتت. الفيجوال اتريبيوتس اللي بياخد الفيجوال اتريبيوتس ياخدها ولا لا؟ الكالر، الله أكبر الله أكبر، كده إن احنا ناخد بريك عشان نصلي المغرب صح؟ الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. طب خمسة كده يا جماعة بس على ما الأذان يخلص. ماشي. طيب بص يا شباب، في نقطة اللي هي البيفل، عايز أشوف الشكل العام بتاع الفريم هيبقى عامل ازاي. عندي كذا شكل، بيقول لي إن هو ممكن يبقى ريزد، مرتفع، لوور، منخفض، يعني زي الزرار كده، وشوية أشكال نحاول نجربهم كده عشان عندي التجربة، أنت عارفين بتاخد وقت كبير على ما تظهر. شوفوا ايه اللي هيفرق معاكم فيه. المفروض كده نغير كل خاصية من دول، نغير ممكن اللاين ويتس والحاجات اللي انتوا ايه شايفينها، نجرب كده الخصائص لانها حاجات شكلية، يعني مش هتأثر معايا في شغلي ولا في بياناتي ولا في اي حاجة. زي ما انتوا شايفين كلها حاجات ايه، غالب شكلية، الوان، الحافة بتاعته لونها ايه،
رام بقى اللي احنا شايفينه ده ازاي نغير فيه؟ تعالوا نجرب مثلا فور جراوند كولر، نختار لون زي كده. مش حاجة كده، نختار مثلا عايزين نظهر شو سكرول بار. ماشي يس، بيقول لي مفيش هوريزنتال سبيس كافية، نحاول نرجعها تاني. نو، نوسع معاه شوية كده ونشوف الأخبار ايه. طيب الحمد لله كده أظهر لي السكرول. فين السكرول دوا؟ الستارت كده، مش هيبقى في الاند حسب ما انت عايز. العرض بتاعه قد ايه؟ ممكن نخليه كده يتغير معانا، نروح لحاجة تانية الاعراض. نغير بقى اللاين مثلا، ويتس اللي عندي زيرو نخليه مثلا 3. نلاقي السمك بتاع الايه اللي عم رام اتغير، نخليه 6. نلاقيه بدأ يتغير خالص. نغير بقى هنا، نخليه ريز زي ما انتم شايفين. الحمد لله هو باين اهو من الايه، حد واخد باله يعني يا جماعة الشكل بتاعه اتغير ازاي؟ ايه، نبدأ نجرب مع الحاجات دي كلها. نغير مثلا من الباك جراوند، باك جراوند باك جراوند كولر. يعني حاولوا انتوا كده يا جماعة مع شغل الفريم دوت ايه، تعدلوا فيه وشوفوا ايه هيحصل معاكم. قررنا نحط الكلام عن الفريم. ولو عايزين نكابي حاجة يعني كلام احنا قلناه قبل كده، ازاي نكابي حاجة من بلوك لبلوك، ازاي نعمل كنترول بلوك. ماشي شباب، النهاردة أنا عندي نفس الفريم ده وأنا جواه، غيرت حجمه وعايز أعمل إيه، كنترول بلوك. ممكن أعمله جوا نفس الفريم أو أعمله برا فريم تاني. خلاص في كانفاس تاني، وأعمل فيه إيه مثلا؟ أعمل زرار يعني، خليني هنا أروح أعمل فريم جديد هنا، مش هديله اي خصائص ولا اي حاجة، وهعمل جواه نفترض زرار باتونز زي كده. تمام، وباتونز تاني كده. طيب الباتونز ده بيعمل ايه؟ هقول له كليك يمين على الباتونز ده وهقول له وين باتون بريست. لما حد يدوس بالماوس على الباتون ده ايه اللي يحصل؟ هقول له مثلا نشوف امر من الاوامر اللي عندنا زي اكزيت underscore for، وقبل ما تقفل اسألني. ask commit ولا no، هقول له رول باك. نتدرب على الكلام ده لما تخش بي ال، شوف كده اخبار ايه. نمسح كل ده. أعمله هون button paste. نشوف كده exit.
underscore for المفروض هنا يديني بقى ايه وانا عاملها صح، المفروض يقول لي successfully compile. طب مش طب نخلص نصلي المغرب ونرجع لكم فيها. طب ناخد بريك احنا عملنا جمع فريم، خلصنا خلاص كلام عن الفريم اللي احنا كنا عايزينه، عملنا فريم جديد حطينا فيه شوية ايه زراير. طبعا انا المفروض من الاول خالص اعمل ايه كنترول بلوك، بس هوريكم الطريقة دي والطريقة دي، يعني ازاي نعمل كنترول بلوك وازاي نعمل ايه فريم ونحط فيه الزراير بتاعتنا. انا عاوز اعمل بلوك جديد، حاجة هنا اقول له كليك يمين او اختاره واقول له نيو. خلاص ما فيش مشاكل، نقول له كده بيلد. طبعا مش هيبقى عليه ايتم ولا في ريليشن، بالتأكيد ممكن يبقى عليه تريجرز. احنا حطينا هنا الثلاث زراير دول على
نفس البلوك بتاعنا الداتا بلوك، عندنا فريمين، فريم الأول الداتا والفريم التاني بتاع الزراير، ما فيش أي تناسق. المهم أنا هنا دلوقتي عملت استعراض كده للبيانات، دوست على الزرار عشان يعمل اكزيت للايه الفورم، عساه يشتغل ان شاء الله. بالفعل الزرار ايه اشتغل. نبص كده على فكرة الزراير، انا عملت 3 زراير. الزرار الاولاني كليك يمين عليه سمارت تريجر، هعمل عليه التريجر. التريجر ده بيحصل امتى؟ هناخده طبعا بالتفصيل قدام شوية في البي ال، لما حد يدوس على الزرار بالماوس وين بوتوم بريست. كتبت فيه ايه؟ كتبت فيه حاجة واحدة بس، رول باك. لما حد يدوس عليك تعمل ايه؟ رول باك. في الاخر قلت له كومبايل، ما فيش اي مشاكل ولا في ايرور طلعت لي، يبقى انا زي الفل. رحت على الزرار التاني، انت بقى تمبريز برضو كوميت كومبايل، ما فيش اي مشاكل، تمام كوميت وسيمي كولون وخلاص. طيب كليك يمين على الزرار التالت ونفس القصة، انت بتعمل ايه بقى؟ انا بعمل اكزيت فور، تمام. يبقى واحد مهمته ان هو يرجع في كل التعديلات اللي احنا عملناها، لو عملت انسيرت ابديت ديليت الكلام ده كله. التاني مهمته ان هو يعمل كوميت يثبت التعديلات اللي حضرتك عملتها. التالت وظيفته ان هو يعمل اكزيت يلغي اللي حضرتك عملته، تمام. ايه البلوك التاني بقى عايزين ايه نتعامل معاه؟ لاي اوت اديتور بتاعه، واحنا متفقين ان البلوك ده حاجة لوجيك، يعني مش هتشوفها بعينيك، ومبني على نفس الكانفاس بتاعنا، فممكن نعمله على نيو كانفاس. ممكن نلغيه، ازاي نلغيه؟ نختاره ندلته بيس. تعالوا نعمل بقى بلوك جديد طريقتنا القديمة، هو هيبقى داتا بلوك مبني على تيبل اوف فيو ولا ستورد بروسيدجر. ماشي، فين البروسيدجر اللي حضرتك هتبني فيه؟ طبعا مفيش، كنسل. طب نشوف ايه اللي عندنا في المنهج بدل ما نتوسع على الفاضي. اكزيت فورم وواحد تاني اسماء كوميت وواحد رول باك. شوف ايه اللي في الماتيريال عشان ما نتوسعش فيه. هو بيقول لي نبنيه مانوال، بعد كده نعمل له ديليت. ازاي نبنيه مانوال وازاي نعمل له ديليت وبدون تفاصيل؟ طيب بص شوف عشان ما ناخدش فيه وقت نسيبه ونخش على ايه حاجة تانية كده، مفيش حاجة هنشرحها فيه غير ان احنا ازاي نعمله مانوال، الطريقة بتاعته مانوال ازاي. ايه كده اتعمل، مفيش مشاكل. عايز احط عليه بعد كده اي حاجة، خش على البروبرتي باليت بتاعته. طبعا احنا عارفين ان هو مش مربوط بداتابيز، يعني الداتابيز داتا بلوك طبعا هو هو مش داتابيز بلوك، هو او داتا بلوك هو ايه كنترول بلوك. هنقل بقى الزراير دي عليه، خلاص كده نقلت الزراير دي عليه. طبعا كانفاس واحد، لو كنت عايز اعمل كانفاس تاني يبقى عليه شغل الزراير دي، ممكن احط عليه الفريم التاني ده لو عايز. اوكي كده مفيش ايرور، تمام. يبقى عندي بلوك، هو البلوك ده عليه الايتمز دي، كل ايتم وعليه التريجر بتاعه. لما الزرار يلاس ايه اللي يحصل؟ ده بيعمل ايه؟ ده بيعمل ايه؟ ده بيعمل ايه؟ ممكن نغير اسمه، السيف التاني هيبقى مثلا الاكزيت، التالت هيبقى او الاندو كده، يعني الاندو اصلا او الرول باك.
يا شباب من الكومبايلنج فتحة او اي معلش احنا ما عندناش كلام كتير نقوله مع الفريم هنا. هو الفريم اصلا زي ما قلنا حاجة كده جرافيكال اوبجكت، جرافيكال اوبجكت ما اقدرش ايه اتكلم عنه اكتر من كده. وازاي احذفه؟ احنا شفنا ازاي اعمل الحذف. ادي السمري بيقول احنا اخدنا ايه في الجامعة، اخدنا على 3 محاضرات لحد دلوقتي، والجمعة اللي فاتت وادي الجمعة دي، يعني خد معانا كام ساعة داخلين في الساعتين. فكتر خيرنا اوي ده ان احنا استحملناه ال3 مرات دول. بروبرتي باليت بتحتوي على البروبرتي بتاعت ايه؟ اي عنصر عندي خلاص. Changing inherit towers block property frame properties create block manual أحسن من تستعمل الوزر. طبعا شوية مش هنحتاج الوزر دي، الوزر دي هنعتبرها شغل عيال قدام يعني. delete a block ازاي نحذف ايه block، وبيتحذف معاه طبعا ايه components بتاعته. كان فصل طويل بس مفيد جدا عشان اي حد عايز يسرع في المشروع يعرف يعمل ايه حاجة في المشروع. هو يعني بسرعة كده خدنا ازاي نعمل زرار، ازاي نعمل داتا بلوك، ازاي نعمل ايه كنترول بلوك، ازاي نتحكم في الداتا بلوك بتاعتنا او في الكنترول بلوك او اي بلوك عندي، ازاي اتحكم في الفرام وفي شكله والحاجات اللي هي الاساسية دي في الشغل. اتعلمنا ازاي نعمل كنترول بلوك، ازاي نعمل فيجوال اتريبيوتس شفناها، ازاي نعدل فيه، طبعا ازاي نستخدم الهيلب يعني في كل بروبرتي عندي. الحمد لله خلص الدرس. حد عايز حاجة من الدرس السادس قبل ما نخش على اللي بعده؟ أسماء إيه رأيك يا أسماء؟ الدرس طول أوي. وعماد حنان وآية خطاب آية أحمد عبد الكريم رفع إيده اتفضل. زيادة جرتوه في الفترة اللي احنا واقفين فيها دي، يبقى انتوا ايه مفترين بصراحة، تكونوا أحسن مني في الموضوع ده دلوقتي. فوزي وليد، وليد 2 يعني، وفي قاضة محمد أمين معاذ. طيب نخش بقى الدرس اللي بعده. هو ولا غلس ولا رخم، هو شوية ايه بروبرتي باليت كده هنتكلم معاهم عن التكست ايتم. ايه التكست ايتم ده؟ نبص مع بعض كده هو ايه. هنتكلم عن تعريف التكست ايتم، ازاي اعمل تكست ايتم، ازاي اغير الابيرنس بتاع التكست ايتم، ازاي اتحكم في الداتا اللي جوه التكست ايتم، ازاي اعمل لها الالتر نافيجيشنال behavior of text item. نشوف الأول ايه text item ونشوف ايه اللي هناخده معاها المرة دي. طيب ايه هي text item يا تمام؟ بص كده يا شباب، اي مربع بكتب فيه بيانات او بيطلع لي بيانات بسميه ايه text item. ماشي الكلام؟ تكست ايتم كويري انسيرت ابديت وديليت معتمد عليه في ال4 حاجات دول. تمام كده التكست ايتم. تكست ايتم في الاكسس في الاوراكل في اي حته معروف، ملوش ايه مفيش غنى عنه. طب ازاي نتعامل مع البروبرتي باليت بتاعته؟ يعني نخش على البروبرتي باليت كده بتاعته، هو ده اللي عندنا. البرزنتيشن دي على الجهاز عندي تشوفها معايا في الشير عشان نشوف الايه اللي عندي في النوتس اللي اقدر اعدله. لسه بتحمل تكست ايتم. احنا عايزين ايه من التكست ايتم؟ بص كده على النوتس بتاعتنا،
احنا هون هنا الشكل بتاعها، هي موجودة فين؟ في الفورم بتاعتي، موجودة في كل حاجة بستعملها. عن كلام نظري بقى نحاول ايه نقراه كده. طيب هيبدأ معايا منين؟ كلام الجد بقى، ازاي اتعامل مع بروبرتي باليت؟ اشوف هل انا عندي في البلوك اللي احنا شغالين عليه دوت في بروبرتي باليت، في تكست ايتم، في تكست ايتم، اكيد في تكست ايتم. انت بتكتب فين؟ طب بيطلع لك ازاي اسم الموظف او اسم المدينه او اي حاجه؟ اكيد هيطلع لك فين؟ في التكست ايتم. طب نشوف انا عندي ايه. طبعا ننسى البلوك ده خلاص، ادي كنترول بلوك. يبقى التكست ايتم محتاجها في الغالب مع كنترول ايه بلوك، از سوري، مع الداتا بلوك، وممكن احتاجها طبعا مع الكنترول بلوك لو عايز اطلع مثلا نتيجه عمليه حسابيه. هطلعها فين؟ تكست ايتم، صح؟ يعني جمع لي مثلا الفاتوره مكونه من 10 ايتمز، 1 2 3 4، غساله، ثلاجه، بوتاجاز. السعر بتاع الايتم اهو، عدد نرسمها احسن. انا عندي فاتوره بالمنظر ده، ده الفورم بتاعتي. فوق كده هنا في ايه؟ في تكست ايتم مكتوب فيه ايه؟ رقم الفاتوره. تكست ايتم تاني، تاريخ النهارده. تكست ايتم تالت، الفاتورة دي طالعة لمين؟ طالعة السلامة يا محمود. تكست ايتم اللي بعده مثلا ايه؟ ساعتين من بدري، لا مستنيينك يا محمود، سيبك معايا بعدين يا محمود. تمام. وعندي بعد كده يا جماعة في كام حاجة جوه الفاتورة. عندي مثلا بعنا 3 حاجات جوه الفاتورة، هنا غسالة، هنا ثلاجة، وبوتاجاز، حاجات اللي على العروسة. بوتاجاز هنا السعر بتاع كل واحدة في دول طالع برضو في تكست ايتم، والكمية مثلا طالعة في تكست ايتم. التوتال بتاعهم تحت عندي في تكست ايتم هنا بيطلع الاجمالي. الاجمالي عبارة عن واحد واحد، بيطلع لي هنا الايه؟ الاجمالي بتاعهم ده بنسميه يعني في كنترول بلوك، بيطلع لي الايه؟ السمري بتاع الايه؟ الفاتورة دي. ماشي يا شباب، كل ده تكست ايتم. يبقى انا في عندي غنى عن التكست ايتم، اصبحت التكست ايتم هي دي هي دي وهي دي اهم حاجه عندي في المنهج، واهم حاجه عندي في الموضوع كله، ان انا عشان اعمل فورم لازم استعمل التكست ايتم. طب جينا نبص على التكست ايتم ده، الرمز بتاعها شايفين حرف الايه دوت جنبيه خطوط، دي التكست ايتم. لو عايز اتفرج على التكست ايتم اللي هي بتحتوي على الكانتري اي دي، دبل كليك عليها، قال لي انا نوعي ايه دلوقتي؟ تكست ايتم، كانتري اي دي، النيم بتاعي، ونوعي تكست ايتم. ممكن اغير نوعها، اغير نوعها اخليها ايمج، اغير اخليها ليست ايتم، راديو جروب، اي حاجه انت عايزها. عايز تحط الكومنت عليها؟ ماشي. هي شغاله ولا مش شغاله؟ ها، شغاله ولا مش شغاله؟ شغالة طبعا، امال انا اعملها ليه؟ ممكن اخليها مش شغالة. طبعا هنا يا جماعة برضو عشان السب كلاس انفورميشن ده الانهيرت والتوريث، لسه شوية كده اما يجي ايه وقته يبقى نتكلم عنه كل حاجة فات. طيب احنا عرفنا هنا شغالة ولا ايه ولا مش شغالة، متفقين؟ شغالة تبقى ايه يا محمود؟ ها محمود اللي لسه جاي، شغالة تبقى ايه؟ تبقى من سالب بي. اسماء هي السبب اللي ما حطيتش اللينك على الجروب. طيب لو شغالة يبقى يس، لو مش شغالة هيبقى نو، يبقى انيبل ولا مش انيبل. طيب الجستيفيكيشن بتاعها، انت الالاينمنت بتاعتك او جايه منين رايحه فين، انت ستارت ولا جايه رايت ولا سنتر ولا الكلام ده كله.
تمام، نجرب كل واحدة فيهم. تعالوا نجرب. مش شايفين طبعا، نقول له خليها لي رايت. فين بقى؟ فين اللي اوت؟ ودي اللي اوت. احنا بنلعب مع دلوقتي مع الكانتري اي دي. تعالى يا كانتري اي دي، احنا خليناك ايه دلوقتي؟ خليناك طيب، نخليك سنتر. فوت سنتر كان يتحرك يعني. ايه سوري، ده الكلام اللي جوه، الكلام اللي هيبقى جوه التكست ايتم دي، لخبطت معايا. الكلام اللي هيبقى جوه التكست ايتم دي هيبقى جاي منين ورايح فين؟ هل هو بادئ طبيعي، ولا جاي في اخر التكست ايتم، ولا جاي في نصها، ولا جاي في شمالها، ولا جاي في يمينها، زي ما احنا عايزين. يبقى هو الكلام اللي هكتبه جوه التكست ايتم دي هيبقوا فين؟ هنا مثلا جوه التكست ايتم دي انا كتبت حاجة غلط، فايه مثلا الكلام كده جاي فين يا جماعة؟ جاي من الستارت بتاعتها. ممكن اخليه في النص، ممكن اخليه في الاند، ممكن اخليه لو العملية كبيرة، او ممكن اخليه ليفت ورايت زي ما انا عايز. ده justification طبعا، ده برضو خاص بالتوريث اللي هو الكلاس. لسه شوية مالتي لاين، هل التكست ايتم دي هتاخد اكتر من سطر ولا لا؟ دي نقطة مهمة. هل هيبقى الكلام اللي فيها كتير في السطر ولا لأ؟ طيب لو هتاخد أكتر من سطر، آخر كلمة في السطر تبقى الكلمة نفسها بالكامل زي الوورد. يعني لو جربنا فتحنا الوورد كده وجينا في آخر السطر بنكتب كلمة في آخر السطر والسطر مكفيش، هل يقسم الكلمة نصين ولا ياخد الكلمة معايا كلها وينزلها في أول السطر التاني؟ حسب ما أنت عايز. عارفين أنتوا اللي بنسميها اسمها إيه في الوورد يا شباب؟ دي حد يفكرني كده، اسمها إيه الحكاية دي في الوورد؟ نكست. خلاص، واجي في آخر السطر كلمة في النص. لا بل يا محمود أنت مش بتدرس. اسمها إيه بالإنجليزي؟ ان انت الكلمه تتقسم على سطرين، اسمها ايه؟ ها في الوورد بنسميها ان الكلمه تتقسم معايا على السطرين. هايفنيشن. ممتازه، ايه هايفن، جميل. الاول الله ينور عليكم. هل انت عايز الكلام ده يحصل؟ هل هو يعتمد الكلمه ياخد الكلمه كلها وينزل بيها السطر اللي بعده، ولا يخلي حروف فوق وحروف تحت؟ حسب ما انت عايز. عايزها كاركتر يمشي بنظام الحروف، ولا ياخد الكلمة بالكامل وينزلها السطر اللي بعده؟ طب ينفع انا اخليها وورد مثلا وهو مالتي لاين؟ نو، يعني هو اصلا ما بيقسمش سطور. حضرتك بتقول له وورد نو، كيد ايرور، ما اتكلمش. يعني هو طبعا هو اللوجيك ما ينفعش ان هي ما تبقى مالتي لاين خلاص يس، وفي نفس الوقت بتاخد مثلا اخر كلمة بتاخد بعضها وتنزل السطر اللي بعده. ده الكلام الصح، ده ليه معنى. لكن ان هي تبقى بتاخد سطر واحد وتقول لي الكلام ينزل معاك السطر التاني ولا لأ، ما هي اصلا ما بتاخدش غير سطر ايه واحد، يعني الكلام ده ملوش ايه لازمة. يبقى لو هينزل بالكلمة كلها نختار وورد، لو هينزل يعني بيقسمها على مقطعين يبقى نختار ايه؟ كاركتر. حد مش معانا؟ انا عارف ان التطبيق صعب قوي عندي، عشان خاطر اقول له كل مره ريلود كده هيقرف الدنيا، هيطلب مني بقى اليوزر نيم باسورد ومشاكل كده. طب احنا لسه فين دلوقتي؟ لسه مع التكست ايتم. احنا قلنا الوورد خلاص. طيب الكيس، الحالة الحروف ابر ولا لور ولا ميكسد؟ حسب ما انت عايز. الكلام ده كله ده يا جماعة، كل اللي احنا بنحكي فيه ده
الكلام جوه التكست ايتم عامل ازاي، سيبنا بقى من التكست ايتم جاي منين ورايحه فين والحاجات دي، لا الكلام اللي جواه اللي هيتكتب جواه هيبقى حالته عامله ازاي. طب نيجي على حاجه مهمه جدا، كونسيل داتا. كونسيل داتا دي يا جماعه بتاعت علامه الايه، الاستريك اللي بتظهر او اي علامه بتظهر لما حضرتك بتيجي تكتب باسورد. ازاي؟ لا بنسميها التشفير، الانكريبشن. الانكريبشن ده بيحصل ازاي؟ لو حضرتك مثلا نفترض ان الحقل ده او سوري الايتم دي اللي احنا بنتكلم عنها دلوقتي اللي هي الكانتري اي دي، الكانتري اي دي بكتب فيها رقم سري ما ينفعش حد يشوف، فروحت مختار مفعل معاه الخيار اللي اسمه ها كونسيل داتا، قلت له لا الداتا اللي هنا مهمة اعمل لي كونسيلنج للداتا دي، يس طبق. فلما حد يجي يكتب هنا رقم الايه الكانتري اي دي، ايه اللي يحصل للرقم يا شباب؟ هيتحول لايه؟ استريك. طب ايه فايدته؟ حد يقول لي فايدته ايه؟ عشان لو حد واقف جنبك ما يبصش على الاستريك دي. طب لو محدش واقف بقى تظهر استريك ولا لا؟ لو محدش واقف وراك تظهر استريك، تظهر برضو لو محدش واقف وراك يعني، يعني ملهاش لازمة كده، ما تظهر استريك عشان محدش واقف جنبك يبص على الباسورد، لكن لو محدش واقف جنبك. طيب ايه رأيكم بقى جوه الداتابيس تتسيف ازاي؟ يعني حقل زي حقل الباسورد او الفيلد اللي فيه الباسورد بتاعت اليوزر نيم اللي في الابليكيشن او البرنامج ده، هل في طريقة تخليني اسيفه جوه الداتابيس بطريقة برضو انكريبشن؟ اه في طريقة ناخدها، ربنا يسهل كده واحنا شغالين لو كنا في المشروع مع بعض بإذن الله، ازاي نخلي العمود ده عليه انكريبشن بحيث انه يحول الباسورد اللي حضرتك بتسيفها لطريقة معينة محدش يعرف يفكها. ماشي الكلام؟ حد هنا تمام يا شباب؟ وصلنا لحد كنت ايه داتا وعرفنا اهميته وان هنحتاجه ازاي بعد كده، وخليناه يس او نو حسب ما انت عايز. طيب من الحاجات برضو الايه الغريبة شوية، كيب كرسر بوزيشن. يعني نفترض ان انت دلوقتي فاتح الفورم وبتكتب فيها حاجة وواقف في مكان معين خلاص، ورحت فاتح ملف وورد وجيت ترجع للفورم تاني، هل تلاقي الكرسر بتاع الماوس واقف في نفس المكان ولا ما تلاقيهوش؟ حسب ما انت ايه عايز. يبقى كيب كرسر ابقاء الكرسر بتاع الماوس في اخر مكان سبته لو رحت فتحت تطبيق جديد، يس ولا نو؟ طيب ايه تاني معانا؟ معانا الاوتوماتيك سكيب. المفروض القصة بتاعتها ايه؟ ان حضرتك مثلا بتكتب بيانات معينة جوه الايتم دي وخلاص، وخلصت الكمية المتاحة جوه الحقل او جوه التكست ايتم دي، مثلا بتاخد 30 حرف حاجة زي كده وكتبتهم، يتنقل معاك للايتم اللي بعد كده ولا لأ؟ حسب ما انت بتختار. يعني بيقول لي move the cursor to the next navigable item when adding or changing data in the last character of the current item. لو انت خلصت كتابة جوه التكست ايتم بتاعتك انقلك للايه للنكست بتاعتها على طول. the last character is defined by the maximum length property. لما نخش بقى على maximum length بنقول له لا انت اقصى حاجة ليك تاخد مثلا 10 حروف، يبقى هيمشي على كده، او ما يوصل لل10 حروف يخلصوا في التكست ايتم دي يروح نقلني على التكست ايتم اللي بعديها على طول، يس ولا نو؟ زي انت ما عايز. وبرضه احنا نقعد نجرب الكلام ده ونفتح الهلب ونشوف التطبيق عندكم اسهل من عندي بكتير. طب ناخد كده اراء الناس، من حاسس ان في يعني ايه رايكم يا جماعه في الدرس ده؟ احنا بنكمل تكست ايتم، احنا قلنا هنكمل البي ال بعديه، هنقف لحد ما نخلص الفاندامنتال كلها بتاعه البي ال، يعني البي ال فاضل لنا فيه كام ليسون نخلصه. الله ينور عليكم. زي مثلا كده لو احنا عاملين 3 تكست ايتم، واحدة للكود بتاع البلد، واحدة للكود المحافظة خلاص، واحدة درع السلامة وصف، واحدة لرقم التليفون نفسه الداخلي، بيتنقل من ده لده لده اوتوماتيك لما انت بتخلص ايه كتابة فيه، او ما بتقف عند مثلا بياخد 3 ارقام جيت في التالت يروح نقل لك للتكست ايتم اللي بعده.
ناس انترستنج معانا في الفورم ولا مش عاجبهم؟ احنا في درس جميل وبينفعنا كتير جدا في التطبيق. الناس الغريبة هي اللي بترد لما بيحضروا معانا مرة واتنين مستمتعين. شوف بقى الناس اللي بقالها معانا مدة عاملين ايه. ماشي نكمل. بوب اب منيو، لو عايزين نجيب قايمة تمام، عايزين نعمل قايمة شباب طبعا هنروح نعمل بقى الايه القوائم بتاعتنا بعد كده. هعمل قايمة مثلا ان انا جوه التكست ايتم دي كليك يمين كده يظهر لي البوب اب منيو اللي انتوا شايفينها بتاعت كات وكوبي وبيست، هعمل واحدة جديدة على مزاجي تظهر لما ادوس كليك يمين جوه الايه التكست ايتم ده قدام شوية كده، ممكن نبقى نعملها او انتوا حاولوا تشوفوا كده ايه وتعملوا. لسه معانا معلومات جميلة. إزاي ينفع أتنقل بالكيبورد؟ يس ولا لأ؟ يعني استخدم زرار تاب مثلا، سهم، انر، اللي أنت عايزه. مين البلوك؟ مين الأيتم اللي بعديه؟ إحنا عملنا الكلام ده فين؟ في البلوك. مين الأيتم اللي بعد الكانتري أي دي؟ كانتري نيم. طب مين اللي قبليها؟ نفترض ريجن أي دي. يبقى أنا لو في ريجن أي دي ودوست تاب هينقلني لمين؟ كانتري أي دي. ولو أنا في كانتري أي دي وخلصت ودوست تاب ينقلني على الكانتري نيم. ها قولوا لي تاني النافيجيشن النيك ايه والبريفيوس بيعمل ايه؟ حد يرد لما نادي على اسم واحد معين؟ لا ما تقوليش تمام. ها رد بيعمل ايه؟ النيكست بيعمل ايه والبريفيوس بيعمل ايه؟ نيكست للي بعده ينقلني من الايتم اللي انا فيها للايتم اللي بعدها اوتوماتيك، سواء خلصت كتابة او دوست تاب او الكلام ده كله. مين اللي بعد دي؟ مش لازم حسب الرسمة بتاعت الايه، مش لازم حسب الرسمة بتاعت الفورم. انا ممكن اخصص مع نفسي اقول له ده الايتم اللي بعده، مالكش دعوة بالرسمة ان ده الاول ده التاني. كمل التكست ايه ايتم. خلاص اخترنا الايتم اللي بعد كده والايتم اللي قبل كده كده نبيجي. شكرا. ودي كده الفانكشن شكرا، وادي الجنرال شكرا. نخش على الداتا اللي بتاخدها الايتم دي، طبعا هخليها متوافقه مع مين؟ مع اللي جوه الداتابيز. متبقاش هي بتاخد في الداتابيز نمبر واجي هنا اقول له كاركتر يعني. يبقى طبعا دي يعني يمكن في الغالب الايتم اللي انا هخترعها بره خالص ملهاش علاقه بالداتابيز، ساعتها انا بقى اختار على مزاجي. ونبص كده على الداتا اللي متاحه عندي، في حاجات يعني غريبه علينا زي الفا. نبص كده نشوف قصه الالفا دي ايه. طبعا بيقول لي المفروض الريكومندر انت تستخدم الكار والديت والنمبر والحاجات اللي هي الاساسيه عندك، لكن لو بتشتغل على حاجه تانية غير الاوراكل داتابيز، في عندنا حاجه اسمها الفا. الفا دي بتعمل ايه؟ contains any combination of letters upper and or lower. الديفولت بتاعتها null، تحتوي على اي ايه حروف من A to Z. integer طبعا عارفينها عدد صحيح. date to time الوقت والتاريخ، دي أقصى عدد للبيانات ممكن ندخله جوه الايه. بايت ولا بالكار، وادي الرقم بتاعه الكاركتر ولا بالبايت حسب ما انت عايز. طيب القيمة الافتراضية اللي انتوا عارفينها الـ initial value، لو حد ايه ساب الـ value دي ما بيكتبش فيها حاجة، يكتب مثلا فيها كده 3 حروف، رقم معين، مبلغ معين، ايه حاجات زي كده. ممكن نبص كده معايا في ايه، ممكن مثلا لو كتبنا سيس
طبعا انا عندي الكلام ده ممكن اعمل ايه الديفولت بتاعي وانا بعمل الكرييت للايه للجدول، صح كده شباب؟ لو انا بعمل كرييت للتيبل ممكن اقول له خد ديفولت فاليو كده. تمام. طيب الحقر ده مطلوب ولا لا؟ يعني التكست ايتم لو سبتها فاضي ينقلني على اللي بعديها ولا لا؟ الديفولت ده خلاص. طيب الفورمات ماسك، طبعا احنا عارفين حاجة مثلا زي رقم التليفون يظهر ازاي، مثلا قلت له اظهره لي كده اقواس، ومثلا التاني كده، والتالت مثلا ايه 6 ارقام، وعايزين نبص في العلبة. ديسبلاي فورمات لما تيجي تحب تعمل انبوت، طبعا احنا عارفين الايه الناين حاجة لازم، حاجة مش لازم تتكتب، الزيرو تتكتب لازم. حد عارف الكلام ده؟ خده في الاكسس قبل كده. وبالنسبة للتواريخ كل بقى واحد ليه فورمات ماسك. طبعا الموضوع يا جماعة ايه عايز قراية منكم، الفورمة مش هتبقى واقفة على ان احنا نقول كلمتين، لا احنا بنفتح بس السكة وانتوا تدوروا زي ما انتوا عايزين. طيب لو انا حبيت بقى اكتب قيمة دنيا وقيمة صغرى، يعني ايه اقل حاجة تتكتب هنا ايه؟ الحد الأدنى للقيمة المدخلة هنا وأعلى قيمة ممكن تتكتب هنا، يعني مثلا لو أقل قيمة تتكتب هنا مش عارف كذا الرقم زي كده، وأقل قيمة مثلا ما يزيدش عن كده. طيب copy value from item، لو أنا عايز أخد القيمة اللي في اللي في الدي وانقلها لمكان تاني، نبص كده على الهيلب بتاعها بيقول لي specify the source of the value that Oracle form is used to populate the item when you define a master detail relation، ده في حالة علاقة ما بين ايه اتنين داتا بلوك مثلا. Oracle form set this property automatic on the foreign key، طبعا لو هنا في فورين كي يبقى بياخد البيانات بتاعته منين؟ يعني نفترض ان انا عندي ماستر وديتيل، مين اللي بيربط لي الماستر والديتيل؟ نفترض هنا عندي الريجن اي دي، الريجن اي دي هو هنا الفورين كي صح؟ لو انا عندي فوق الريجن ده مثلا عندي البيانات الثلاثه بتوع او اتنين بتوع الريجن، ريجن اي دي وريجن نيم، ده اللي بيربطهم لي مع بعض. يعني لو بصيت عليه كده، تعالى انت نتكلم على الريجن اي دي، لو انا اعمل يا جماعه نجرب كده نعمل واحد ايه لوك تاني، نمسح كل الكلام ده ديليت، نعمل واحد بقى ماستر وديتيلز، نمسح الموديل كله على السلامه. نعمل ايه موديل جديد، موديل جديد ده نعمل له ايه؟ طيب احنا قلنا معانا داتا تايبس معينه، نشوف الحاجات اللي خلاص، شوف الحاجات اللي تنفعنا منها عارفينها اللي اشتغلنا عليها قلنا عليها، حاجات نقرا كده على الهيلب. طيب دول نقرا ايه نظامها اللي يلزمنا فيه واحنا ملتزمين بالداتا تايب بتاعتنا اللي احنا مكريتين بيها الايه الجداول بتاعتنا. كل جدول واحنا بنعمله بنعمل له بنديله نوع بيانات ايه، ده الاساس عندنا. لكن لو بنعمل داتا بلوك كنترول بلوك وهنحط فيه ايتمز، يبقى ساعتها نبدا نختار نوع التقبيل على الايتم ده. الايتم ده هنقيسه ازاي؟ ياخد 40 ايه 40 بايت ولا 40 كاركتر؟ حسب ما انا اخد المقاس بتاعه يمشي بالبايت ولا يمشي بالكاركتر، يشيل ساعه معينه ازاي؟ ونقرا الهيلب برضو بتاع البايت والكاركتر ونفرق ما بينهم. determine the semantics of max length، بيتكلم معايا عن الماكس لينث اند كويري لينث بروبرتيز، when it is used to enforce the maximum size of the internal value of character item. لو احنا بنتكلم مع character item نخليها تاخد ايه بالظبط،
لو هنمشي المقاس بتاعنا بقيس بالبايت ولا بقيس بالكاركتر، واشوف اديله 40 كاركتر او انا عايز 30 20 زي ما انت عايز. انيشال فاليو احنا عارفين ان انا ممكن ادي للايتم دي اللي هي اصلا عباره عن حقل في الجدول لو هو بلوك، كمثال ان هو داتا بلوك ده الاساس بتاعنا مش داتا بلوك، هيبقى كنترول بلوك وعارفين قصه تانية. طب لو هو داتا بلوك انا اصلا عامل في التيبل بتاعي وانا بكريته بقول له خلي الكولم ده او الفيلد ده لو اليوزر ما كتبش حاجه ياخد ديفولت فاليو كذا، عارفين الكلام ده؟ ناس فاكرين الكلام ده يا شباب؟ واحنا بنكريت الجدول دي الكولم معين نقول له او كذا كولم عندي ديفولت فاليو، حد فاكر الكلام ده بيجي ازاي؟ اسماء حنين او لا حنين اللي معانا، محمد يوسف اهو معانا، محمود عبد البديع، الناس القديمة معانا، آية خطاب، آية. فاكرين الكلام ده شباب ازاي بنعمله؟ كنا واحنا بنكريت التيبل بنقول له لو سمحت لو سمحت خلي لي الديفولت فاليو بتاعت الكولم ده لو محدش اداله ايه بيانات. يمكن احنا شايفين ان مش بيتكلم عن كل الحاجات اللي احنا بنتكلم فيها، بس احنا بنقطع عرق ونسيح دم، عايزين نخلص من الايه التكست ايتم بكل الخواص بتاعته، عشان لو في حاجه قدام ما اجلينها مش هتتفهم دلوقتي، لكن لو في حاجه ممكن تتفهم دلوقتي ادينا بنشرحها. احنا متفقين انيشال فاليو، نفترض ان ده بياخد رقم التليفون، لو حد ما عندوش تليفون اديله مثلا زيروات جنب بعض. طيب ده سعر ايتم معين، دي مالهاش سعر اديها 1000 جنيه مثلا زي ما انت عايز. متفقين على النقطه دي؟ انتوا كده معايا الصوت تمام؟ required ولا لا؟ هل الايتم دي مطلوب لازم ادخل فيها بيانات ولا ممكن اعديها واخش على اللي بعديها اسيبها فاضيه؟ يعني رقم التليفون اخليه required ولا لا؟ في الغالب لا، لان ممكن ما يكون واحد معهوش رقم تليفون. طب لو انا بسجل بيانات عيان في مستشفى داخل طوارئ مثلا، بس هيبقى معاه بطاقه، فممكن اخلي رقم البطاقه ده required لازم يتكتب. موظف جديد جاي يشتغل معانا اخلي رقم البطاقه بتاعته required لازم يتطلب، لو ما كتبش رقم البطاقه ما ينقلنيش على الريكورد اللي بعده او ما يكملش معايا ايه شغل. طيب فورمات ماسك، احنا عارفين طبعا ان في حاجات مثلا زي رقم التليفون بتحتاج شكل معين لادخالها، يعني ممكن اعمل مثلا رقم التليفون بيتكتب ما بين ايه سكوير براكتس كده يتقسم بالطريقه دي زي ما انا عايز بقى. ونقرا بقى يا جماعه في الهلب بتاع الموضوع، مفيد جدا نعرف امتى اكتب في التواريخ كذا في الارقام كذا، الفورمات ماسك الخاص بالارقام بالمنظر ده التسعه دي نمبر اوف 9A ديسبلاي ويز اني ليدنج زيرو، ماشي الزيرو ماست بي ديسبلايد، لو زيرو ماست بي ديسبلايد. خلاص علامة الاس دي خاصة مثلا اظهر الساين دولار دولار ساين، وابدأ اشوف ايه الحاجة اللي تناسبني. لو انا هتكلم في التواريخ هلاقي دي الاشكال الخاصة بالتواريخ، طبعا بتوسع كبير جدا على اللي احنا خدناه. طبعا احنا عندنا في الماتيريال مش كل الكلام ده هو ايه اللي احنا بناخد، اقل من كده بكتير. تمام يا شباب، زي ما احنا خدنا الدوائر التحويليه كده. الله ينور عليك. الكونفكشن انا عايز اعمل هنا في الفورم ان هي تقبل الشكل ده او تاخد تحول التليفون اللي الموظف هيكتبه كده 002 ده مصر 010 كذا كذا، احوله بالطريقه دي تدخل جوه او تظهر عندي بالشكل ده. هايست الاود لو انا بتكلم مثلا في حاجه معينه ممكن يبقى عندي لوست وهايست فاليو، اقصى حاجه ممكن تكتب ايه في الحقل ده. تمام نشوفها برضو ايه قصتها، بيقول لي the maximum value of or minimum value. خلاص
طيب هنا عندنا حاجة مهمة جدا، لو أنا بتكلم مع أيتم زي تي، أيتم دي بصيت على البروبرتي بتاعتها وجيت عند كوبي فاليو فروم أيتم، هل أنا مراية زي الريجن أي دي، هل أنا مراية هنا في الريجن أي دي لتكست أيتم تانية ولا أنا مستقل بنفسي؟ أنا مستقل بنفسي. طب لو رحنا للريجن اي دي بتاع، لا انا حولت يا جماعه في الفتره اللي كانت الدنيا قاطعه فيها دي، لغيت الفورم اللي كنا فيها وعملت فورم تانية اللي هي اسمها فورم ايه ماستر وايه وديتيل، تمام استاذ الدنيا الصوت تمام. ماستر وديتيل دي ايه قصتها؟ ان فوق الريجن اللي هي المنطقه اوروبا مثلا مرصوصه تحتيها اللي متخزنه عندي في الجدول، الله ينور تمام. طيب واحنا شغالين مع الماستر وديتيل عندنا التكست ايتم دي، او نفترض ده اللي يظهر هنا في الاي دي، لو اوروبا مثلا رقمها 0 1 هيظهر لي هنا الدول اللي الريجن اي دي بتاعتها 0 1، ولا يظهر لي دول تانية غيرها؟ يعني انا بستعلم عن الدول، بستعلم عن قارة اوروبا، يظهر لي البلاد الخاصة بقارة اوروبا ولا بلاد خاصة بقارة افريقيا؟ اهو ده اللي بيحدده. ازاي بحدده؟ بقول له ادي الريجن اي دي اللي هنا دي بتساوي الريجن اي دي اللي في البلوك التاني اللي اسمه ريجنز، يبقى الريجن اي دي هنا اللي انا بستعلم عنها اللي هي دي دلوقتي، او بتعامل مع الخصائص بتاعتها البروبرتي بتاعتها، بقول له انت عباره عن نسخه طبق الاصل من البلوك اللي اسمه ريجن اللي هو الماستر، والحقل او التكست ايتم اللي فيه اللي اسمها ريجن اي دي، تمام. يبقى انت عباره عن صوره طبق الاصل منها، انت كوبي منها. طيب نفترض ان انا ما عنديش حاجه فوق، انا عندي من جوه البلوك اللي انا فيه اللي هو مكون من 3 تكست ايتم او 3 داتابيز كولم او تيبل كولم اي دي، وعندي كانتري نيم وريجن اي دي، هل الريجن اي دي ياخد قيمه بتساوي الكانتري اي دي؟ يعني لو ما عنديش دي دلوقتي وقلت له لو سمحت اظهر لي جوه الحقل دوت اللي هو او التكست ايتم دي اللي اسمها ريجن اي دي نفس رقم البلد اللي في نفس البلوك اللي انا فيه، مش انا في نفس البلوك دلوقتي، يبقى ان الرقم اللي هيظهر هنا هيظهر هنا برضه، تمام وصلت. يبقى انا كده بوظت يا جماعه العلاقه. طب ازاي اصلح العلاقه تاني؟ امسح الكلام اللي انت كاتبه ده واقول له لا مالكش دعوه نال، واقول له انت عن ريجن بلوك دوت ريجن اي دي اللي هو الايتم، يبقى انت هنا اسم البلوك وهنا اسم الايتم اللي هو بياخد منه البيانات. ها نشوف في النقطة دي واضحة عند الناس ولا لا؟ عندنا نقطة، يا إما تبقى copy value from item تانية في بلوك تاني، يا إما لو في نفس البلوك اللي أنا فيه اسمها إيه الأيتم اللي هتبقى دي copy ليها. مين فاهم النقطة دي؟ وحد يديني مثال إمتى أحتاجها؟ لو حد جه عنده كده في باله أي مثال ممكن أحتاج فيه الموضوع ده. حد جه في مثال دماغه؟ حد جه في دماغه مثال؟ محمد يوسف بتاع الاختراعات ادينا اختراع كده ينفع فيها. المفروض دلوقتي هنبدأ المحاضرة بتاعتنا بقى الأسبوع اللي فات، بقالنا 3 ساعات اهو خانقين في بعض، هو انا خانقكم بلاش انتوا خانقين دي الجوين. طيب اللي هو زي مين كده محمد؟ لا ركز يا محمد قربت تجيب سيلف جوين زي ايه مثلا؟ عارفين المانجر اي دي؟ يعني هي مش هتبقى حاضرة قوي يعني، يعني مش هي اللي هتطبق، بس زي السيلف جوين انا عندي المانجر اي دي هو مثلا هو في نفس البلوك اللي انا فيه، او ممكن يكون هو فوق وهنا تحت، ميبقاش بقى ماستر وديتيل، ممكن تبقى جوه نفس البلوك فوق مثلا الهيد بتاع الاداره المدير والرقم بتاع يعني هو موظف مثلا، الامبلوي اي دي بتاعه هو المانجر اي دي بتاع بقيه الموظفين، يعني ممكن نبقى نعمل لها اختراع بعد كده نفكر لها في اي فكره. يعني قصدنا نقول يا جماعة من النقطة دي إن
الايتم دي هتبقى كوبي او مراية لتانية. لو في بلوك تاني هنكتب اسم البلوك واسم الايتم بتاعه. طيب لو في نفس البلوك اللي احنا فيه هنختار هي صورة من مين في دول من الايتمز المتاحة عندي. نخش على بعد كده. لو احنا بنتكلم مع داتا بلوك او كنترول بلوك في كلتا الاحوال ممكن يبقى عندي الايتم دي عبارة عن عملية حسابية او ناتج عملية حسابية زي ايه الصورة اللي اتكلمنا عنها قبل كده. ايه قصة الفاتورة دي لسه شرحينها من شوية، واذا كان حد نسي نفكر ايه كانت هنا. اهو يا سيدي، هنا اسم الايه الايتم، وهنا سعرها، وهنا الكمية. كل البيانات دي موجودة عندي صح، انا دخلتها بنفسي. دلوقتي الراجل ده هيشتري غسالة، هيشتري قطعة واحدة. هنا يظهر ايه عدد القطع مضروب في السعر، يظهر لي هنا التوتال. طيب هل الجزء ده انا جايبه من قاعدة البيانات بتاعتي؟ لا مش جايبه من قاعدة البيانات، ده عبارة عن عملية حسابية هتطلع هنا، تطلع في الايتم دي. ماشي يا محمد اهو، تمام يا جماعة. في الحالة دي ساعتها هحتاج موضوع الايه الكالكوليت. تعالى انت هتبقى كالكوليت. طيب هحسب معادلة ولا حاجة سمري؟ ايه المعادلة؟ المعادلة اللي هو هقول لك مثلا انا عبارة عن، نفترض هضرب الكانتري اي دي في الريجن اي دي. انا حصل ضرب الاثنين دول ومش عارف احط قوسين واقول له اللي يطلع اقسمه لي على 3. خلاص انا كده طبعا ايرور بقى، كل اللي انت عامله ده غلط. امسح كل ايه ده. طيب نبص كده على الهيلب بتاعها، بيقول لي بي ال اكسبريشن that determines the value of calculated item. The expression can reference built in or user written sub program. ممكن انت تكتبه عبارة عن برنامج، طبعا هيبقى قصة كبيرة لما نحتاجه. بيقول لي هو ده شكل من الأشكال امب سيل زائد امب دوت كوم اللي هو كوميشن، ده مجموع الاتنين على بعض. او ممكن يبقى طب ناخد ده كوبي يا جماعة. لو احنا عندنا البلوك اللي احنا عاملينه كان على امب وسل، اعمله بالمنظر ده. ممكن نخش هنا ونقول له تعالى، هتبقى احنا في عندنا البلوك الاولاني اسمه ايه كانتري او كانتريز، او خليه ريجنز صح، دوت ريجن اي دي مضروب في 2. شوف النظام ايه اللي هيحصل، ما فيش مشاكل كده راضي بيها، دي الطريقة الصح ايه بتاعتها. طيب ده في حالة ان هي ايه فورميولا. طب في حالة ان هي سامري، ايه السامري ده بقى؟ حد يفكرنا كده. السامري ده ايه ده؟ هو ممكن نستخدم الجروب فانكشن هنا؟ اكيد انا عايز اجيب متوسط مرتبات الموظفين، يبقى ساعتها هستعمل ايه السامري. طب عايز اجيب العمولة بتاعت موظف معين، يبقى كده استعمل فورميولا. يبقى يا جماعة بالعقل كده، لما عاوز اتكلم مع عمود هستخدم السمري، هاتي مجموع المرتبات. يبقى الايتم دي بتطلع لي مجموع الايه المرتبات. طب سم اوف مين بقى؟ انت هتجمعي مين؟ انا هجمع مثلا الريجن، انا عندي كام قارة عندي ده البلوك من الريجن، هجمع كام قارة عندي. يبقى هنا نلغي دي، نقول له احنا هنستعمل السمري هنا. يبقى الحقل ده هيطلع لي من بلوك اللي اسمه ريجن، مش البلوك اللي اسمه كانتريز بقى اللي انا فيه، لا ده في البلوك التاني، هيطلع لي مجموع الصم بتاع العمود اللي اسمه ريجن اي دي او الكاونت بتاعه. نروح بعيد لي ادي الكاونت بتاعه، ايه رأيك؟ حد فاهم حاجة؟ ده الفرق ما بين الكالكوليشن اللي هي نخليها فورمولا او سمري. حد فاهم حاجة؟ مين فهم؟ تمام يعني؟ إني بشرب كركديه أهو عشان يروق، صفور طولي دم من شوية.
الجروب باي، كل شغل الجروب فانكشن بقى. ما انا عاوز نعمله في الفورم، نعمله بالطريقة دي. ما هستلمكم مراجعة اس كيو ال المرة الجاية. ما في مجموعة اصل جديدة شغال معاها، وصلنا لحد خلصنا السنجل فانكشن. على اخر الاسبوع باذن الله اكون مخلص معاهم باذن الله، يعني الجوين كمان. اروح مراجع لكم على كل الخمسة ليسون دول. الجمعة الجاية كده اعملوا حسابكم، راجع من اول ليسون 1 لحد ليسون 5 في الاس كيو. مسقط الفورم ازاي؟ تسقيط البنطلون يعني يا محمد، ولا دي حاجة تانية؟ مسقط دي اللي هي في مسقط دي اللي في عمان واقع يعني. طيب ماشي، احنا بناخد احنا في ليسون 7 في الفورم، هجيبهم من اولهم تاني. اصبروا، احنا نروح بعيد ليه؟ احنا بقينا 6 ساعات مع بعض يعني، مش هسيبكم. بنكمل، خلصنا من قصة الكالكوليشن. حد مش فاهم حاجة في الكالكوليشن؟ اللي مش فاهم حاجة في الكالكوليشن يقول. ربنا يجازيكم انتوا خير وتذاكروا كده بس يا رب، عشان تعبنا ما يروحش على الفاضي. حد محتاج حاجة في الكالكوليشن؟ كالكوليشن مهمة جدا. يمكن هنا في الليسون ما اتكلمش عنه، بس محيح. ممكن يتكلم عنه قدام شوية ان شاء الله. تمام، الكالكوليشن مفهومة. نشوف المشروع. فيجوال اتريبيوتس مش محتاجين كلام عنها. المسافة ما بين كل ريكورد والتاني، المسافة ما بين نمبر اوف ايتم ديسبلايد، احنا بنعرض كام ايتم. يعني احنا عندنا يا جماعة ده يعني يهمنا امتى؟ في حالة ايه؟ ان احنا شغالين تابيولر او شغالين عارضين كذا ريكورد في نفس الفورم، او في نفس الفريم اللي احنا فيه، او في اي حاجة احنا عاملين فيها شغل. لو عندي كذا ايه يعني، دي كده عندي جوه نفس الفريم دوت، عامل الضعف، عامل 2 ايه ريجن اي دي، و2 مش عارف ايه كده. برضه نفس الكلام هنا، تعالى دول كده كوبي. المسافة ما بينهم تبقى قد ايه؟ لو عندي كذا ايه يبقى المسافة ما بينهم كده ولا كده. الكلام ده بحدده منين يا شباب؟ وانا عندي الدنيا باظت بقى، انا بوظتها يعني. ممكن نحذف دول كده. اه لا، موجودين اهو، شايفين التكرار. طيب المسافة ما بين التكست ايتم دي والتكست ايتم دي او التكست ايتم اللي بعديها بحددها. اه تعالى ادي اهي، اقول له على السلامة كده، داتا كالكوليشن. المسافة ما بين ده وما بين ده مثلا 2. طبعا احنا عاملينها قبل كده يعني الكلام ده، احنا نرى اعرض لنا كام ريكورد وكام ايه، والريكورد طبعا يحتوي على كام ايتم. تمام شباب، طبعا احنا نختار حاجة كده عشان يبان عليها. تعالى distance between record هنا 14، نخليها مثلا 50. اختار ايه؟ كل دي ايه؟ طبعا عندنا بداوي يعني انها غلط. ومدين مسافة ما بين الايتم والايتم اللي ايه اللي بعدها.
ماشي. database item، هل انا database item ولا انا تبع control block؟ طبعا انا تبع دلوقتي بنتكلم عن region id، فهي database item يعني دي مش محتاجة ايه كلام. لو قلت له ان هو يبقى انا بتكلم مع حقل معين مش تبع الداتابيز، ده حاجة عن control block او ناتج عملية حسابية او يعني حاجة خالص بره الداتا اللي عندي الاساسية. طبعا انت بتاخد من انهي كولم عندي في الداتابيز؟ ده اسم الكولم اللي هو بياخد منه. هل هو برايمري كي ولا لا؟ لا. احنا في انهي دلوقتي بلوك؟ المفروض ده واحد يبقى برايمري كي، فساعتها اقول له يس لو هو برايمري كي او لا على حسب. طيب هو الايتم دي للاستعلام بس ولا ممكن اعمل لها انسيرت ولا ممكن اعمل لها ديليت ولا ممكن اعمل لها الكلام ده كله مسموح ولا لا؟ هل هي للكويري اونلي؟ لو قلت له يس يبقى محدش يعرف يعمل في الايه في الايتم دي انسيرت، يعني مثلا ناتج عملية حسابية مثلا هينفع نعمل لها انسيرت؟ لا، ده هي بتطلع حاجة وبس، حصل ضرب حاجتين في بعض ما ينفعش اعمل لها انسيرت. انا هألف ده هي معمولة علشان خاطر الناس تشوف فيها حاجة تطلع منها حاجة، مش أنا أدخل فيها بيانات. فساعتها بقى أبص على الكويري قلاو والإنسيرت قلاو والديت قلاو والديليت قلاو، كل حاجة إيه عندي. فلو قلت له في الكويري قلاو يس يبقى هيسمح بالاستعلام، قلت له نو يبقى مش هيسمح سوري، لو هو اونلي يبقى الاستعلام بس، لو قلت له يس يبقى يسمح بالاستعلام، نو يبقى ما يسمحش بالاستعلام. اللينس الكويري لينس طول الاستعلام اللي انا هكتبه فيه او الحاجه اللي انا هكتبها فيها، هل هي كيس سنسيتيف الديفولت بتاعي؟ نو. لو انت بتستعلم عن احمد، احمد ده يبقى كابيتال كيس سنسيتيف ولا احمد عادي تقبل كابيتال وسمول مفيش مشاكل؟ لو هي كيس سنسيتيف يبقى كتبت لها احمد بالكابيتال، تدور على احمد بالكابيتال بس. بص كده على القلب بتاعها، whether the operator can perform case insensitive query on the text item insensitive. يبقى هي case insensitive query ده العكس. سوري يا جماعة، case sensitive هيبقى حساسة لحالة الأحرف، insensitive يبقى مش حساسة لحالة الأحرف. أنا عكستها معلش. يبقى هي الطبيعي بتاعها ان هي sensitive، لو قلت له خليكي insensitive yes كده مش هتفرق معاه بقى ايه كابيتال ولا اسمه، هيجيب لك كل الايه اللي موجودة عنده. طب هل مسموح بالانسيرت؟ هل مسموح بالابديت؟ update only if null، يعني ايه يمكن تعديل البيانات في الحالة دي لو هو اصلا قيمته null او هو فاضي. هل اللوك مقفول الريكورد ده ولا مفتوح؟ عارفين بقى قصة ان اتنين يوزر بيستخدموا نفس الايه الحاجة مع بعض وايه اللي يحصل؟ اللوك اللي احنا عارفينه. نبص كده على الهيلب يقول لي the org should attempt to lock the row if the database that correspond to the current record in a block whenever the text item value is modified thereby the end user. عارفين بقى قصة مين فيهم اليوزر الأولاني والتاني؟ كنا عندنا كام حالة يا جماعة في الموضوع ده والمرة اللي فاتت شرحناهم؟ كان عندنا كام حالة في البلوك بقى، احنا بنتكلم عن البلوك، كان في حالة اسمها ايه وحالة اسمها ايه وحالة اسمها ايه في موضوع اللوك الديد لوك، ازاي اقفل لو اتنين يوزر عدلوا مع بعض في نفس الوقت؟ كان عندي كام حالة المرة اللي فاتت؟ حد يفكرني. عباقرة الأوراكل ثلاثة اللي هم مين؟
كلام بيجيب بعض اهو. انا لسه الله ينور يا اسماء، بسم الله ما شاء الله. كوميديتو ايه تاني؟ رفع راسنا والله يا اسماء على طول. اه يعني يا زين ما خلت يا رمضان بجد يعني. اضحكوا انتوا، اضحكوا يا اولاد، ما وراكمش حاجه غير الضحك ما شاء الله. محمود فتح يضحك من الودن دي للودن دي. وهمتحن، همتحن يا مستر والله، وبجهز نفسي لامتحان الاس كيو ال. امتحان انت محمود بيضحك برضه. ماشي يا محمود، دي نحسب مع بعض ولا هتمتحن يا محمود؟ انا عارف. الاخبار شغالين، كمل. احنا وصلنا لحد ايه؟ اذا كان يتعمل له لوك ولا لا؟ طبعا بقى لو عندنا ليست اوف فاليو اللي احنا هنتكلم عنها لسه، ماشي، نعمل ليست اوف فاليو ولا لا؟ يعني عايزين نعمل ليست اوف فاليو، نروح فين؟ انت فاكر ليست اوف فاليو؟ نروح كده نختارها ونقول له كرييت ليست اوف فاليو. اه انا عايز استعمل الويزرد. اوكي، يعني ايه ليست اوف؟ اعمل لك لسته تختار منها. ماشي يا سيدي. ريكورد جروب بيزد اون كويري. ماشي، فين الكويري بقى؟ افترض ان انا عندي كويري، البيانات بتاعته اللي هتطلع دي هتتعمل في ايه؟ في ليست. اقول له مثلا select region name from regions، شيك كده correct. طيب في connection، محتاج connection. يلا يا عم connection اهو. هنا المفروض بالكويري ده يجيب لي ايه يا شباب؟ يجيب لي اسامي المناطق، المناطق بتاعتي، القارات بتاعتي. next. ماشي، حطهم لي كله، يطلع بالمنظر ده. خلاص اوكي. title region ايه؟ بقى عندي كده ايه؟ list item. المفروض ان انا كده بقى عندي list item. فينها بقى؟ اهي خلاص، نديها اسم. طيب على الموديول بتاعنا احنا كنا فين؟ كنا مع الداتا بلوك، وكنا مختارين item معينة، وبنلعب مع الايتم دي اذا كانت تقبل. قلت له معلش انت بقى هتعرض لي عندك ايه ليست اوف ايتم دي. ايه مثلا؟ اشترين دي 20 اي حاجة. فريدت فروم ليست يس. نشوف الاخبار ايه. 300 طبعا ايرور. المفروض كده ان في ليست هتتعرض مع الايه الايتم دي. يعني ايه؟ طبعا مكان ظهور الليست دي يعني مش عارف كان مين قال على حاجة زي كده. كان في حد سألني قال لي مثلا لو انا بكتب حاجة جوه تكست ايتم، واول ما اكتبها يطلع لي ايه لستة معينة فيها مثلا اسامي الناس، وانا اختار اسم حد فيهم. يعني مثلا انا جيت في التكست ايتم ده وبكتب محمد، لسه بكتب مين مصطفى، دوست على اي حاجه يروح طالع لي لسته فيها اسامي الناس مثلا اللي اسمهم كذا. يعني ممكن نقعد نحور كده في الايه في الليست اوف فاليو مهندس لحد ما تجيب مكان. ايوه مهندس الشير فصل ايوه معاك. الشيل فصل. الشير ماشي، هشغله تاني. شكرا يا باشا، يعني تعبينك معانا بصراحه، مجهودك رائع، لحقتني. الشيخ الباقي
وانت كنت سامعيني صح؟ ان سامعيني انا بتكلم في ايه كده؟ الشير اشتغل تاني الحمد لله. تمام الصوت. كنت معايا لحد ما كريت الليست اوف فاليو اوف الليست اوف فاليو كده اللي احنا عملناها. شفتوا ازاي بكريت ليست اوف فاليو كده سريع بالوزرد يا شباب؟ شفتوا ازاي بكريت ليست اوف فاليو سريع بالوزرد؟ تمام، هو ده اللي يهمني، مش مهم بعدين هناخدها تاني يا جماعة ونركز عليها الليست اوف فاليو دي، ما نشغلش بالنا بالبروجكتاية دي خالص دلوقتي. طبعا الدنيا بايظة، وكل ما هنعمل لحاجة كومبايل هتطلع لي 100 ايرور. خلاص عرفنا ازاي بتعامل مع الليست اوف فاليو. طب لو انا عايز اظهر اديتور اللي هو يا جماعه الايه الاديتور بتاعي، زي مثلا ما اكتب حاجه اكتب جواها مثلا شويه كلام او كده، لو عايز ماشي ممكن نبص كده عليه. that one of the following could be used as the default editor for this text item. لو عايز اظهر يا جماعه اديتور اكتب فيه زي كده النوت باد والحاجات دي كلها، بس مش مهم دلوقتي نخليه شوية تاني. هل التكست ايتم دي احنا ما عدناش على النقطة دي قبل كده؟ انيبل ولا مش انيبل، مسموح بيها ولا لا؟ هي انيبل تفرق ايه عن فيزابل؟ determine whether end user can use the mouse to manipulate an item on most window manager enable set to no gray out. يبقى يا جماعة سوري في حتة كده ما ركزناش عليها كويس. enable هل هي متاحة؟ يعني احنا هنشوفها واقدر اعدل فيها او اكتب فيها او اشتغل عليها. لو قلت له نو يبقى دي مش شغالة، يبقى دي موجودة يعني ظاهرة قصاد الواحد بس ما يقدرش يعدل فيها او ما يقدرش يستعملها اصلا، تبقى جري. لكن visible هل هذه التكست ايتم visible، حد يقدر يشوفها ولا لأ؟ تظهر في الموديول بتاعي لما رن الفورمة ولا لأ؟ اوكي طيب، هي موجود تتحط على انهي كانفاس؟ لو عندي كذا كانفاس تتحط فين؟ طب عارف ان انا عندي ايه؟ انهي عندي كذا كانفاس. طبعا دي لو عندي تاب كانفاس لسه ما خدناش الكلام ده كله، يبقى موقعها فين؟ الويتس بتاعها ايه؟ طبعا هنا شكلها عامل ازاي؟ احنا شفنا الاشكال دي يا جماعه فين من شويه؟ حد يفكرني كده، شفنا البيفل دي فين؟ انسيتو او اتسيتو وبلين والكلام ده كله شفناه فين من شويه؟ شفناه فين؟ طبقناه على ايه من شويه؟ ها على الفرام، ممتازه. ايه طبقناه من شوية على الفريم وشوفنا أشكاله، أنا ممكن أطبقه على الفريم، ممكن أطبقه هنا. ريندر ده قصة كده عن الإخفاء يعني. specify that the item is to be displayed as a render object when it does not have فوكس، لما منبقاش مركزين عليها تبان ولا لأ. الديفولت بتاعها يس. use the render property to conserve system resources. A render item does not require system resource until it receives focus. when a rendered item no longer has focus the resource requirement to display is all released. يعني اظن كده معناها مش حاضره معايا قوي، يعني بتخلي الايتم مخفي تمام، التكست ايتم دي تخليها مخفيه ده يعني. اوصل لكم كده عليها واحده، دور الكتاب معايا working with text item كده بشرح حاجات جميله بصراحه. في كتاب كده حلو اسمه موسوعه مبرمجي اوراكل بتاع مهندس اسمه عزب محمد عزب، المدرب في مركز التعبئة والإحصاء، يعني شرح كل اللي احنا قلناه كويس بصراحة. شوف كده لو في نقطة أنا ما وفيتهاش حقها كده إيه نشوفها معاه في الكتاب.
ماشي، اتكلم عن المالتي لاين، عن الكيس، تحويل الحروف لأبر او اللور، الكلام ده جوه النص، كالكوليشن مود، هايست فاليو، اعلى قيمة يسمح بكتابتها في الاداة، فورمات ماسك، الكلام ده كله، اوتوماتيك سكيب، كويري اونلي، تسمح تحدد هل يستعمل هذا الحقل للاستعلام فقط وبالتالي لا يسمح بغير ذلك كالإضافة أو الحذف، كويري ألاود يسمح باستعمال الحقل في الاستعلام أو لا، كويري لينس عدد حروف الاستعلام يفرق بين الحروف الكبيرة والصغيرة اللي هو كيس انسنسيتيف، لا يسمح باستعلام الحقل في الإضافة اللي هو الانسيرت، ممكن أخلي حقل يا جماعة ما ينفعش طبعا للإضافة. كل حاجة في الفورم ليها بروبرتي خاصة بيها محمود، في حاجات كتيرة متشابهة زي ما احنا بنشتغل كده بنلاقي حاجات كتيرة متشابهة، في حاجات تانية لأ. طيب شفنا السمري والفورمولا والكالكوليتد مود والكلام ده كله والكونسيل داتا طبعا شفناه في الأول، هو بتاع أظهر نجوم مكان الإيه مكان الحاجة اللي أنا بكتبها. لا الحتة دي ما جابش سيرتها خالص، اللي احنا بنتكلم عنها ممكن هي حاجة أدفانسد كده شباب، هحاول أدور لكم على موضوع الريندر ده هنا مش هحوش خالص برضه في الكتاب. ريندر في حاجة تقول ريندر يس جعل هذا الأيتم مخفي إذا كان هناك أيتم آخر في نفس المكان في القفص، يعني ممكن الأيتم ده يا جماعة ما يظهرش، ممكن تبقى تطبقها عملي ما يظهرش طالما في أيتم تاني شغال عليه، أول ما أروح أدوس عليه مثلا يظهر. انت معايا خاصة بيها محمود، في حاجات كتيرة متشابهة زي ما احنا بنشتغل كده بنلاقي حاجات كتيرة متشابهة، في حاجات تانية لأ. طيب شفنا السمري والفورمولا والكالكوليتد مود والكلام ده كله والكونسيل داتا طبعا شفناه في الأول، هو بتاع أظهر نجوم مكان الإيه مكان الحاجة اللي أنا بكتبها. لا الحتة دي ما جابش سيرتها خالص، اللي احنا بنتكلم عنها ممكن هي حاجة أدفانسد كده شباب، هحاول أدور لكم على موضوع الريندر ده هنا مش هحوش خالص برضه في الكتاب. ريندر في حاجة تقول ريندر يس جعل ايتم مخفي اذا كان هناك ايتم اخر في نفس المكان في القفص، يعني ممكن الايتم ده ما يظهرش ممكن تبقى تطبقها عملي ما يظهرش طالما في ايتم تاني شغال عليه، اول ما اروح ادوس عليه مثلا يظهر. انت معايا يعني ايه يا محمود؟ فاهم حاجة؟ مجهود حضرتك والحاجات دي مش كلها بنستخدمها في حاجات بنعملها بالاكواد، معلش ما احنا بناخد كل البروبرتي بلد، ممكن حاجة تريحني من الفورم اعملها وممكن حاجة تانية اعملها من الاكواد بتاعة التيبل. في حاجات يا جماعة طبعا يعني المحترفين احنا لسه بنبدأ، يعني ما اقولكش في اول مشروع وكل حاجة اكتبها لي كود، ابدأ استخسر مفيش مشاكل استعمل اي حاجة عندك. كمل بقى الحتت اللي باقية دي رندر نبقى نرجع لها تاني، اللي عايز يجرب كده يا ريت يجرب حد، بس انا عشان الران عندي هيبوظ. شو عندنا سكرول بار فيرتيكال، ايه رأيك يظهر ولا لا؟ الديفولت نو، ممكن نخليه نظهر سكرول بار اهو، ما تظهرش سكرول بار خلاص. فيجوال اتريبيوتس، لو عندك فيجوال اتريبيوتس استعملها، مش عارف فيها توسع هنا ولا لا. الكلر، كلام عن الكلر كلام جميل اهو نجربه. الفونت نيم وستايل، فيجوال اتريبيوتس لو هنجيب فيجوال اتريبيوتس من بره. الكلر عندنا لون الخط، الباك جراوند بتاعت الخلفيه اذا كان في لونين متداخلين ببعض اللي هي الباترن اللي احنا عارفينها. ماشي بعد كده الفونت نيم سايز، الويت بتاع الفونت سمكه قد ايه، بولد ولا غير كده انتوا عارفين الكلام ده كله. برومبت بقى
كومبيت يعني المفروض ان انا اظهر حاجة فوق الايه، ما بقف كده على الحقل ده تظهر، المفروض هيظهر هنا ريجن اي دي. ممكن اكتب حاجة تانية غير كده، كومبيت ديسبلاي هيدن فيرست ريكورد، شوف كده معايا تاني الهيلب. The text label بيتكلم عن الليبل that is for this item، الايتم دي هيظهر عليه ليبل عامل ايه هنا. prompt display style beside في the first record في جنب كل ايه ريكورد، وفي بيبقى هيدن، يبقى يا اما عندي بيظهر مع الفيرست ريكورد بس، مع اول سطر بس او اول ريكورد بس بيبقى هيدن مخفي، او بيظهر مع كل ايه ريكورد يظهر جنبه البرومبت. جاي منين رايح فين بقى الكلام اللي انتوا شايفينه، الالاينمنت بتاعه عامل ازاي. موقعه فين، الالاينمنت بتاعته عامل ازاي، الكلر بتاعه عامل ازاي، الفونت بتاعه عامل ازاي. بعدين بقى ايه نقعد بقى نجرب الحاجات دي ونطبق، يا ريت شوفكوا هتعملوا ايه في التطبيق. خلصنا كده الفيزيكال فيجوال اتريبيوتس، كلر فونت برومبت، كلر بتاعه برومبت فونت، اتكلمنا عن الفونت بتاعه. لو عايز معانا الهيلب، ايه الهيلب بقى؟ بيقول لي يا سيدي ممكن تستخدم هيلب معين مع التكست ايتم دي زي ايه؟ عارفين تحت الاستاتس بار اللي هو ده مثلا زي كده، انا مختار هنا يقول لي مثلا ده مقاسه كده مش عارف ايه، في الفورم بتبقى كده مفيش فورم عندي ظاهرة. يعني نجرب كده نلغي كل الموديول ده، مع السلامة، طبقنا عليه كل اللي احنا عايزينه. سوري، نعمل بلوك سريع كده. عاش عاش، أي حاجة مش شايف. سوري، ادي بلوك سريع كده نجرب نعمل في اللي احنا عايزينه، نطبق على الحاجات التانية دي. تعالى بص يا سيدي، هناخد اي ايتم من عندك ونقول له تعالى فين الهيلب بتاعها. ادي الهيلب، هقول له مثلا عايز اظهر حاجه في الاستاتس بار بتاعها، هقول له مثلا كده اظهر لي الكلام ده كله فين في يظهر امتى. اظهر الهنت ده اوتوماتيكلي مفيش مشاكل. يبقى انا عندي يا جماعه السوري هنا في نقطتين، يا اما يس يا اما نو. يس خلاص بتظهر اوتوماتيك، اول ما تروح تدوس على التكست ايتم ده، هنجرب كده يس اهو، كومبايل يا عمي ورن، وربنا كريم على ما يرن كده نكون ايه شفنا لنا حاجه نعملها. ترى بقى عندنا ايه اصلا في الليسون بتاعنا، الليسون بتاعنا اتكلم عن برومبت كلر وفونت، ساب كل الكلام التاني، متكلمش عن حاجة مهمة. السلايد اللي قبله اتكلم عن فيجوال اتريبيوتس، يعني تحس وانت شغال في الماتيريال اللي انت في حصة رسم، يعني مش بيتكلم عن ايه الحاجات المهمة دلوقتي، مأجل كل الحاجات المهمة، كل شغله الويتس والفونت والفيجوال اتريبيوتس برومبت كلر وفونت. وهنا ازاي استعمل الايديتور، جديد ال HR HR at ORCL. احنا طبقنا ايه يا شباب؟ بس قلت له لو سمحت في عندك حاجة خاصة بالتكست ايتم دي
عملت لها هيلب معين هنت يظهر لما حد يدوس كده على يجي يكتب فيها كلام او يقف فيها بالماوس يظهر اوتوماتيك. طيب لو قلت له هنا نو ما تخليهاش تظهر اوتوماتيك، يبقى تظهر لما حد يدوس على F1 عشان يعرف الهيلب ايه بتاع الايتم دي عباره عن ايه، ايه قصتها. ممكن اكتبها باللغه الهنديه لو عايز، اقول له مثلا اي حاجه انا عايزها، سبق معلش اللغه عندي العربي بايظه اكيد، بس انا اخترت له اي حاجه معينه يظهرها لما حد يجي ايه، لو قلت له نو يبقى لما حد يدوس F1 واقف على التكست ايتم دي يس، يبقى اول ما حد يقف على التكست ايتم دي تحت يحكي له قصه حياتها ايه. طيب انا بقى مش عايزها تظهر تحت، اصل اليوزر بتاعي خايب، يا رب تفتح. اليوزر بتاعي خايب، خايب ازاي يعني؟ لا هيدوس على F1 ولا هيدوس عليها ولا هيبص على الهلب اللي حضرتك عامله لها ده، مش هيبص على الستاتس بار. لما تقف كده على الايتم يظهر لي تحت الستاتس بار في معلومه عنها. وما انت عايز ايه؟ عايزه اول ما يقف عليها بالماوس يظهر له كده حاجه فوق، رساله صغيره بتقول له دي بتعمل 1 2 3 4. مش احنا في فتره تعليم، احنا بنعلم اليوزرز بتوعنا، فندلعهم على الاخر. لا يا جماعه كده بالنسبه لي زي الستاتس بار. يعني مثلا دلوقتي ادي الستاتس بار، انا وقفت هنا، احنا كنا بنتكلم مع انهي ايتم؟ الدنيا بايظه كده ماشي. طبعا شايفين انا كتبت اتش اتش اتش، لما حد يقف هنا على الديبارتمنت اي دي يكتب له تحت الايه الهنت اللي احنا عاملينه ده، شايفينه كده تحت واضح واضح تمام. الحالة التانية ان ما يظهرش كده اوتوماتيك، يعني لما اقف هنا مفيش حاجة مفروض تظهر مع التكست ايتم دي خلاص. لما ادوس بقى F1 يبدأ يظهر لي الحاجة اللي انا كاتبها جوه. طيب ممكن اخليها لما اوقف عليها بالماوس يظهر لي؟ اه ممكن اخليها. ازاي؟ تعالى هنا واقول له يا سيدي وريني الهيت بتاع ال ديبارتمنت اي دي لو سمحت، اظهره امتى؟ إيه مثلا خليته كده ده في حالة لما يدوس ايه. طيب التول تيب اللي انا هظهره اقول له إيه مثلا يو كده اي حاجة. ده تظهر امتى؟ لما حد يقف بالماوس على الحقل ده. جرب كومبايل اهو، نرن تاني ريلود، معلش هياخد وقت طبعا. نرجع تاني يا شباب، شفنا التول تيب ايه وقصة الهلب ايه، يعني مع نهاية الهلب كده نكون الحمد لله خلصنا بنسبة 90%، 90% 100% إلا الحاجات اللي احنا لسه هنأخرها شوية لما نكون درسناها. انترناشونال بقى بيكلمني عن كيبورد لوكال، ماشي على اللوكال ولا ماشية بنظام الرومان اللي هو يعني الكتابة انجليش، ولا اللوكال بتاع جهازك اللي انت مسطبه. الكتابة جوه التكست ايتم دي من الليفت تو رايت ولا رايت؟ كيبورد ستيت انيشال، كيبورد ستيت الفرق ما بين الاثنين. انيشال كيبورد ستيت البيانات اللي بندخلها جوه الريكورد. هنشوف كده الهيد بتاعها ايه. روت سبيس انيشال سبورت ان ال اس لانجويج. طبعا ان ال اس لانجويج عارفين نجيبها منين؟ نجيبها من ريج اديت كده ران، اكتب له فيها ريجستري اديتور اوكي متابع معايا. انا اقفل كل حاجه اهو، ده كده هيفتح مع حضرتك كده، هتروح فاتح معاه ده الهوت كي لوكال ماشين، تختار سوفت وير ومن جوه السوفت وير تدور على مين، على الاورج. اخترت الفولدر بتاع الاورج الكبير، سيبك من اللي جوه بقى عشان ده فيه تعديلات كتير انا عندي حتى بايظه يعني، وتشوف الرسائل اللي بتطلع معايا كتيره. هدور على حاجة اسمها NLS، NLS language. وبص هنا الاقي الفاليو اللي واخدها ايه، امريكان امريكان. تعالى يا ستي ايه اللي انت واخداه ده؟ تقول لك انا اللغة اللي عندي امريكان، ما اعرفش حاجة اسمها عربي. طب ايه ال NLS language المتاحة تانية؟ ما اعرفش في كتير، ممكن نمسح دي ونروح ندور على حاجة تانية تقبل العربي والانجليش. ندور كده على الانترنت لحد ما نلاقي حاجة ايه ظريفة تقبل الاتنين.
حد شاف ال NLS language تيجي منين؟ تيجي منين يا جماعة؟ من ريج اديت، بغير منه ال NLS language بتاعة الجهاز. يبقى ده ال initial keyboard state بتاعها اهو. الهلب راح فين؟ initial keyboard state is based on the value of the reading order property local initial keyboard state Roman initial keyboard state is Roman. هنا اللوكال، اللوكال اللي هو بتاعك انت، بتاع الجهاز، رايت تو ليفت او ليفت تو رايت، حسب ما انت مخلي اللوكال بتاع جهازك ايه، اللي هو اللوكال عندهم ثابت رايت الرومان ليفت تو رايت. خلاص reading order يتقري ازاي او يتكتب ازاي؟ support optional keyboard state as any roman or local. والتانية keyboard state، نحدد بقى لغة معينة اليوزر ما يعرفش يكتب غير بيها. هنا الحقل ده ما يكتبش غير انجلش، يكتب عربي roman او left to right او right to left انجلش او، يبقى كده اليوزر ما يعرفش يكتب هنا حاجة عربي لو قلت له رومان اونلي. تمام، لوكال اونلي، يبقى كده ما يعرفش يكتب غير عربي، ما يعرفش يكتب انجلش. كده نكون خلصنا البروجرام اللي ما علينا، بس هيلب كده معين وات سي ال. شوفوا في اسبوع اهو، مش عارف اقعد على الجهاز ان انا اشيل ويندو واحط ويندو عليه عشان اظبط الدنيا دي. ربنا يسهل ونعمل العملية الانتحارية دي الأسبوع ده. ده كده الكلام عن التكست ايتم. ايه دي؟ نشوف هنا بيتكلم عن ايه. كنترول داتا تكست ايتم تقبل، هو اتكلم عن الداتا تايب، هو ظلمناه، هو اتكلم عن الداتا تايب والداتا لينس تمشي بنظام البايت ولا الكاركتر، الماكسيمم لينس ماشي، اتكلم عن الفورمات ماسك وقال لي في عندك فورمات ماسك جميل اهو جايبهولي والطرق بتاعته، عايز تروح تدور عليه طبعا اهو في النوتس شغل، وفي في الهلب طبعا شغل متميز جدا في الهلب، بس ان ربنا يديكوا الصح. required موجودة اهي، الهاي فاليو واللو فاليو، الانيشال فاليو القيمة الافتراضية، اقرا الكلام ده هنا في حالة ان انا اعمل الفاليو copy value from text item to text item in the same block on different synchronize، باخد من هنا او ادي هنا ده يظهر معايا سواء في نفس البلوك او احنا شفنا الفرق ما بينهم ايه. database item اه ولا لا، تنفع في الكويري والانسيرت والابديت ولا لا، الكويري لينس قد ايه ممكن يقدر يكتب الواحد، حالة الانتر كويري هذه بالنسبة للفانكشن، حالة المتاحة كونسيل داتا اه يا شباب شايفينه. هنا بيقول لي النظام ايه بتاع الوورد، ياخد الكلمة وينزل بيها. الهلب اهو بيكلمنا على الهنت والتول تيب اللي المفروض تكون ظهرت دلوقتي، ولما اقف هنا كده يظهر لي حاجة فوق يعني. اه بص يا جماعة، ما بقف على الحمد لله ظهر، لما بقف كده على التكست ايتم شايفين بريم على الماوس زي كده، انت لما تقف على حاجه ويقول لك دي الهلب، يعني مثلا
كده ده تول تيب، ده تول تيب في واحد ايه اهو، لما بقف كده على تكست ايتمز شويه كده، ان عملنا حركه ان انا لما بقف بالماوس التكست ايتم دي يظهر لي تحتيها التول تيب، شايفينها؟ ها شايفينها؟ نروح لايتم تانية، خلاص تختفي، ارجع للايتم دي. يبقى ده احسن من ايه اللي كان بيظهر عندي تحت في ال... على حسب حالة اليوزرز اللي معايا، اليوزر اللي معايا عايزين بقى حاجة تقف بالماوس يقول لك كذا، ماشي. طيب الحمد لله، ده التول تيب اهو، قال لي لما تقف هنا يقول لك فيرست نيم. الحمد لله الليسون خلص، السمري بتاعه. يا ريت الليسون ده يتقري جدا، علشان لو ما تفهمش يعني الدرس ده الخامس بتاع الديتيل والماستر والسادس بتاع البلوك والفرام والسابع بتاع التكست ايتم، اهم 3 دروس لحد دلوقتي خدناهم في الفورم، او هم ال3 دروس اللي خدناهم في الفورم بصراحة. يعني الباقي كله مش عارف يسموه ايه، وقش كده، مفيش وقش بالنسبة لل3 دروس دول، كان تمهيد لل3 دروس دول.